بغيت نشارك معكم اولا الكادويات اللي جوني ونشارك معكم السميه ديال البنيه ديالي. اختك دابا خدي راحتك. عارفه اختنا قلتها معاه عندي واحد عتها في الدار عزرين عندي في الدار قاتلني جميل دابا شتو فصل جينا فصل انا هازه نص. السلام عليكم خوتي خواتاتي هذيك دايرين لاباس عليكم صحتكم لاباس امور هانيه نتمنىكم ان شاء الله تكونوا في احسن الاحوال وانتم كتشاهدوا الفيديو ديالنا. عواشركم مبروكه رمضان مبارك سعيد يدخل عليكم بالصحه والسلامه وطول العمر باش ما تمنيتو دوزو نتوما عائلتكم وحبابكم بكل ما تمنيتو. محدني انا نفيسه وكيف ما كتقولوا الداعي معنا كندعى معاكم كلكم لا اللي كيكتبوا كومونتيرات زوينين ولا اللي كيكتبوا كومونتيرات خايبين كاملين ما فيكمش الفراق. حنا انسان وضروري ما ندعوا مع بعضياتنا بالخير ما نبغوش بعضياتنا الحمد لله الشر. كندعى معكم اخوتي الله يحفظكم ويسر امركم ويعطيكم ما تمنيتوا في خاطركم ويعطيكم الصحه وراحه البال وطول العمر والنجاح وكل من حاجه زوينه في حياتكم والله يسكر طريقكم والله يعاونكم ويعاونكم على الزمان يعاونكم على وليداتكم وعلى قرايتكم واللي كيقرا وعنده امتحانات الله ينجحه والله يعاونه واللي باغي خديمه الله ييسر امره واللي ما ديتها الحنة الله يسكن مسعدها واللي باغا تولد الله يفك يحل حزامها لا راجل ولا امراه والميمات الله يحفظهم ويسر امرهم ويعطيهم ما يتمنوا في خاطرهم ويعطيهم صحيحتهم وطولة العمر والله يقاتل البصر مع العمر كيف ما كتقول جده الله يذكرها بخير مسكينه كانت ديما تقول الله يقاتل البصر مع العمر والله يقاتل الصحيحه مع العمر الحمد لله. والبواتنا الله يحفظهم لينا ويعطيهم صحيحه وطولة العمر وبانا الله يرحمه في قبره يا ربي الله يرحمه برحمتك يا رب العالمين في هذا رمضان الكريم. واهم حاجه هي راحه البال الله يعطيكم راحه البال وطول العمر والصحه والرزق يا ربي امين. واليوم اخوتي جيت كان راه كيجوا عندي حباباتي كيجوا عندي يباركوا ليا مع حكم انني ما غاديش نقدر نبينهم لكم الناس اللي تيجوا عندي ما غاديش نبين لكم كيفاش جوا عندي ولا شي حاجه مع احتراماتي لهم الله يحفظهم والله يسر امرهم والله يعطيهم ما تمنوا في خاطرهم يا ربي. كاين اللي كيسول عليا في الواتساب كاين اللي كيسول عليا في الكومونتير كتبوا لي زوين كومونتيرات زوينين كاين اللي كيصيفط لي اوديوات كاين اللي كيتصل بيا الله يحفظهم الله يسر امرهم اللي كنقدر نجاوبو راه كنجاوبو. بحال دابا راني خطفت غير خطيفه حتى نعست بنتي وعاد باش جيت ندير معكم هذا الفيديو الخفيف الظريف بغيت نشارك معكم اولا الكادويات اللي جاوني ونشارك معكم السميه ديال البنيه ديالي. نبداو ان شاء الله بالكادو. واحد السيده الله يذكرها بخير سميتها خديجه الريفيه تحيه الخديجه الريفيه الله يحفظها ويسر امرها وخيلها وليداتها ويعطيها صحيحتها يا ربي. جات عندي مسكينه الله يطول في عمرها جابت لي كادو ها هو جابت لي كادو جابت لي هاد سميتهم هاد الفايطات ها هما تحيه ليها وتحيه كبيره والله يحفظها ويسر امرها. جابت لي مسكينه الله يخليها المسكينه الله يحفظها جابت لي هاد اللبيسه ديال البنيه علم الزيناتها غزاله بالسريويل ديالها حتى تكبر بنتي ان شاء الله شويه ونلبسهم ليها بالفرح وبالسعاده وبالسرور ها هما الله يحفظها ويسر امرها يا وجابت لي تاني مسكينه هذا سميت شتو وبالسروال ديالهم لتحت ها هو السروال ديالهم لتحت وبالطويبيه ديالهم هادو يجيوها ان شاء الله يجيو لبنتي ان شاء الله ملي يدخل الصيف وداك الشيء يجيوها قد قد دابا باقي كبار عليها شويه تحيه ليها وتحيه ليها كبيره ها هما. وجابت لي هاد القماط ها هو وهاد الفايطات وهاد جوج لبيسات الله يكثر خيرها ويطول عمرها ويعطيها ما تمنت في خاطرها. هادو الكادويات اللي جاو اللي الكادو اللي جاني البنتي من عند خديجه الريفيه قالتها لي بحال قالت لي حطي سميتي قالت لي حطي قالت لي قولي سميتي وحطي لي تحيه كنحييك بزاف بزاف اختي خديجه الريفيه الله يحفظك ويسر امرك
الكادويات راهم الهديه تتقبل من اي واحد. الهديه زوينه، الهديه كتعبر على الفرح وعلى المحبه ديال الناس ليك. الحمد لله. ها هي، وهذا خلاص. انتما هذا واحد ديك الطرطاقات، هما وهذا باش نقم باش الكوفرلي اولا باش كيديروا الناموسيه ليزار ديال الناموسيه. وهذه سميتها الرياق، حنا نقول الرياق منهم جوج. هادو الكادويات اللي جاوني لبنتي. وهذه طويقيه زوينه حكمه تكبر شويه، زي زوينه بالوريضه غزاله. هادو تقيشرات، هادو كنت شاركت معكم شحال هادي. هادو الكادويات اللي جاوني لبنتي. هذا واحد البودر ها هو، وهذا الغيسيل مع الفرشيطه ديالو ان شاء الله حتى تكبر ونوكلهم فيها ان شاء الله. وهذه واحد الكفيفه. المهم اخوتي، تحيه ليهم، تحيه كبيره، جابوا لي هاد الكادوات العزاز الغاليين. مازلت انا راني عندي والله العظيم الا شي الحوايج اللي عندي شي حوايج ما وصلتهمش، وكي صغارو كنحيدهم ما وصلتهمش، لان عندي كم هائل من الحوايج، كم هائل من الحوايج. ولكن بحال هادو كبار شويه تقدر تلبس، حيت انا عندي الصغر، عندي الحوايج اللي هما باقين ديال الخلقه ميلا تزاد وشي شويه. عندي بزاف والله ما كنوصلهمش، ما كنوصل حتى ملي كنجي نلبسهم لا كنلقاها يعني في قياس واحد. كاينين بزاف اللبسات في قياس واحد، بزاف اللبسات في قياس واحد. دونك هي ملي كتلبسيها وتعاودي تلبسيها كتلقيها الحمد لله راه كبرت شي شويه، صافي مابقاش كيجي قدها. الحمد لله والشكر لله، غير بنادم اللي لقى ماشي يكون وكلشي راه هذيك الدنيا. وبغيت نشارك معكم اخوتي السميه ديال البنيه ديالي. تحيه ليكم، راه نتوما كتكتبوا لكم في الكومونتير سميتيها شنو سميتيها. ونهار اللي قلت لكم اقترحوا عليا السمايه، راه كنت بغيت هذا الفيديو تكون معايا نزهه، ولكن نزهه بالحكم مسكينه مريضه وعندها يعني مخدامه وداكشي، صافي قلت ندير فيديو غير بوحدي. كتكون معايا كيكون واحد شويه الرواج وواحد شويه الهضره وواحد شويه ديال تعرفوا القناه ديالنا حنايا تمشى معايا على الخواتات بجوج الحمد لله. وكما قلت لكم اخوتي يعني بزاف اللي اقترحوا عليا السميات، بزاف السميات اقترحوا عليا. نشوف شكون اللي كيدق وقيلا نزهه. هادي جيهان ونزهه جاو، وجاو حالتهم حاله. انتم غادي تشوفوا معنا دابا في هما غادي يطلعوا، صلحت لهم السيروت من الشرجم، هما غادي يطلعوا دابا. جايين حالتهم حاله بحال ما عرفتين كانوا جايه كتصور عبد الرزاق، يمكن يعاونها في شي اوراق ولا يعاونها في شي حوايج، حيت ديما كتجي عنده كل نهار كتجي عنده باش يصاوب معاه المسائل ديالها، الاوراق والطبيب والمسائل. وانتم عارفين هنا شنو كاين، ها ورقه الطبيب، ها ورقه الكاز، ها ورقه الضوء، ها ورقه الضريبه، ها ورقه هذه، ها ورقه هذه. حق لهم قالوا خاص بنادم يكون قاري، راه بنادم الا ما كانش قاري في هذه البلاد راه ما يقدر يدير حتى شي حاجه، راه صعيب الحال. هما طالع وطلع الدوزيان، طلع الدوزيان سكتي 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 زري ويجا دخ كتسلتي بحال الشفاره. يلا السلام عليكم، كديرين لاباس عليكم؟ كديرين مع الصحه؟ كديرين مع مبروك عليكم رمضان، خو عليكم ان شاء الله بالصحه والسلامه، خو عليكم الصحه والسلامه والصحه والوالدين الصحه وكل شيء بالصحه، والصحه هي كل شيء. راني جربتها انا ملي مرضت لقيت الصحه هي كل شيء والحمد لله. جيان سلام، السلام عليكم، كدايرين لاباس؟ كلشي مزيان؟ نحيدو هاد الخير. لاباس عليكم، لاباس خفانين، شفتها خيط من السما. باش تكون مرطبين؟ وويلتي ما شارك خبر الحاجه؟ لا. وشفتها راه خيط من السما. راه من بعد صحات من يابس. انا سد عليك في الدار، ما عرفتش شحال من صحات. ما تسد عليها في الدار. ما شفتها وصحات ولا كاينه ولا ما كاينش. تشوف من الشارجيم، ما تشوف ديك الشوفه شنو هي. لا لا. ملي كتسد عليك الشراجم هنايا الشراجم كيكونوا مطرقين. اه.
وي الا ما ديت سفيان الصباح مسكين ديتو في الشتاء حتى عبد الرزاق دا ولا دا ياسين دا عبد الرزاق غير يخرج الشاف واش الشتاء خايط من السمخوط الشتاء ديال بصح وما فرنساك الشتاء راه في العالم صبط راه فرنسا راه مسكينه غرقت صحني وبينوا واقيلا خوتي السعوديه عربيه صبت فيها بزاف الجمال بانوا ليا مساكن مشيو فيها ويلي لا كان هذاك الفيديو جديد والمغرب حيتاش انا شفت في نيوز المغرب هو فيه الشتاء هو فيه الشتاء هو فيه الشتاء تبارك الله هو فيه الشتاء ايوا خوتي ها نتوما راني عدي تشوفي المدرسه وجيت للدار روحي جابتني عاجيت للدار هزيت المانطه اللي كنت نعسى فيها ورجعت نعس جات فايقه ما نط لقاها ياك جيها مسكينه يلا جات من الخدمه وقعدت انا نحس ربعه دقيقه واش ما خدمتش اليوم كنتي ما عارفانيش اه راكي عارفاني راني ما بقاش هذه السفري اوي دابا السفر ما عنديش شتك هكا كل نهار تجي تقولي لي حاجه والله وليت غنشكي ليها عام العدم هرجي تقول لي السلسول يمشى السلسول تاع ظهري وابارت ثاني ديبريسيف ومعطاش نشرب الدواء بغيت نرجع ثاني عطيه نقول لي علاش انا ذاتي كلها ما كايناش معايا سخفانه رجلي فاشلين مشات المغرب ولا فين مشات فين مشات ذاتك ما عرفتي مشات مشات على المغرب ودارت خايف راسها والله يشافيش والله يا خوتي ما عدي تسوفيا المدرسه جيت للدار تكبت هكم حوايجي ما فقت الدار ما خدي راحتك عفقت نقوتها معاه عندي واحد عدتها في الدار عزرين عندي في الدار قاتلني ما يعترفش بالمرض هو يا خوتي ما يعترفش راني مريضه وما يحش بك راني مريضه خلاتها واحد السيده من عائلتي قالت لي راه يحسوا عاد حراميه يحسوا بحبابهم بولادهم وما يحش بيا انا مريضه وما نقولش انا مريضه في الدار ممنوع نقول انا ضرني ظهري ممنوع انا نقول ضرني رجلي ممنوع ولا راني في جاب الله خاصها تنوض مع الصباح ودير فطور وتوقف وتشدي ولدها وتخدم وتجي وتقدى وتجيب وتطيب وتحط ليه وتنعس وتوكل وتشرب وتغطي وسكت وانا راني مبقى صافي انا بغيت نضرب هادشي دارته ماشي ما دارتش درته انا كنت سالات صافي ساليت وراجعها كانت مسكينه رجعت من الخدمه وطلعت تكات شويه عشان بقى عاسم عندنا ناقضينها اوين هربت ناقضينها ويا الصداع عطيش دير ليا انا الفيت سبوت نجيب عبد الرزاق صوبها ليا انت شديتيها وفصلتيها اسمع عبد الرزاق يصوب وصوب تا هو بغى يصوب تا قال لي قال له هو الصباح بغى يصوب وبغى يصبغ البيت ديك النهار ياد الصباح داك الباب مجردلك ومشيتي عندنا وتشوفي كرادو كنت حشمي الصباغه في الارض الصباغه في الحيط ما يعرفش الصباغه كنت تدخل عندك هافه تاع حياتك كامله تدخل دم في بغى يدير شي حاجه بيديه ما تيعرفش يصبغ وما تيعرفش يصوب هادشي يرقون هاكرو ما تيعرفش يصوب هادشي ديال الفيتس وهادشي ديال الطوموبيلات ما تيعرف من يدوز عبد الرزاق يعرف ليه عبد الرزاق تيعرف هاد التخن حيت عبد الرزاق راه ديما عنده البيكاله هو ديما عنده الطوموبيل هو ما تيعرفش عبد الرزاق داك عبد الرزاق تيعرف الطوموبيل عرفت لا عبد الرزاق حتى الطوموبيل كيصايبها ليه حتى الطوموبيل داك عبد الرزاق عنده القرايه ديالو عنده الكترول ميكانيك ولا شي حاجه شنو هيك درتي ليه هاك وعاوني كي درتي الكتروميكاني وشد داك في داك البيكاله ديالي وفرتكها وخلى ليا تم قلت لي دابا شكون اللي هز معايا توصل عند عبد الرزاق لدارو فصل في تنحط سفيان على هادي حط عاد جيان سمعتنا عاد جيان هاودت من فوق قالت لي ماما راني نهز معاك وندي معاك تلعب جميل دابا شدو فصل جيناهم فصل انا هازه مصويه هازه البيكال هو قلت لي شحال انا نقول عبد الرزاق يصوبها ليا قال لا غنصوبها قلت لي انا ما نعرفش انا راني نقدر نشبر فيه نبقى انا وياه نتعاقب ولكن لا راه غير كفاه الدري نفس الوقت ما عرفش نفس الوقت ترك فوق منا واحد الانسان روح مانيش بدا نلعب به زيد عند المعلم ولا ندي شي واحد يا اما عبد الرزاق تنطيق فيه تنعرفو تيصوب مزيان هو تا هو تيصوب بشكليطو كيما يصوب ليا بشكليطي يا اما نهز ندي عند المعلم راني يلاه صوتت 58 اور راه جابتها لي هنا جابتها لعبد الرزاق قالت لي واش باقا مزيانه شدها وكمل عليها الرساله شدها الرساله قال لي الدري اللي ركبتيها لي عطات لي سير حيدي قال لها هذا الزبل وسيري شري واحد الحاجه شراتها جابها تهريبا دابا ملي كل ركب فين نوريها لكم
ما علينا كثرت عليكم هضره جهويه مسكينه كانت فقنت ولا تفقنت وانت شارك معاها الرسميه ديال البيبي ديال البنيه ايوا لك عليا زاد فاتن معايا انا بغيت نركبه ما عنديش السوفل باش نقعد نكرز ونركبه ما بقاش عندي مريضه الحمد لله يا ربي ما شكيت عليكم سربيت ديالي قلت لك انا مش الحل راه كتهضر من قلبها ولي خليني يا خوتي انا نهضر الشط هو يهضر القلب يا لا بغيت نهضر مع سكوت البارح ملي مشيت لعندك قلت لي نخرج ندور شويه نخرج انا وسوفيا باش تخرج معانا انا ديما تنبغي حتى هو يخرج معانا تنقول ما نخليش بوحدو في الدار ونمشي نخرج بوحدي هو يبقى بوحدو بغيت هي تدوروا معاها ندوروا معايا وندوروا ولا شربنا قهوه نشربوها وحدي ملي كان تبارك يرد ايوا ايوا لا خرجنا معاه بات لي الطوموبيله ما مراكش مزيان عيديروا ليه البروسي في من عيد سلت سلت فيا انا ملي غرق قلت لي دابا نشدوا الطوموبيله نصاوبوا واحد الطوموبيله دابا خاوين ما كاينش كاينين البلايص عاد نمشوا فكرت فيها مزيان جينا دينا ندورو جوج دورات على البلاصه ديال الطوموبيله باش راكوها ما بقاش فينا راكيه شدها بقال لي لدورنا ولي 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 بالعاني قلت لي انا غادي نسطر مستصين هوب كندور باش نجيب ودورنا شاش ديال باش نجيب معايا الخبز انا غادي ندور وباش نجيب معايا نفس الوقت الخبز ونجيب لسوفيا شويه الفرات حيتاش ما تقديت السبت ما تقديتش هذاك الشيء بغيت نجيب لي داش حتى ديتي ليا دور الناس اللي كيقولوا راجلك عنده الطوموبيله راه يمشي يديك تقدى وتجيبي كلشي ديال زعما يدينا نتفادنوا في هذاك الحاره تلقانا كنا يسمعونا فاتني تاع يمكن حياتكم راه ميسره الله يعاونكم ويكمل عليكم وخلوا بنادم اللي غارق ادعوا لي بالنجاد ديك يقول اني اغرق اني شفت هي تدورنا قلت لي دابا اش غادي ندير في دورنا انا اش غادي ندير في دور قال لي لا نمشي ندور هو اللي حنا اش بغيت نمشي ودور في ميدان وسوفيا تيقول لي بابا انا بغيت ندور برجليا انا بغيت نمشي برجليا ومع البارح كان الجو زوين وداك النوار زوين في شي جرد داير نبت وداك الجو زوين عجبني نشم ديك الهواء قلت لي حطني دابا هنا حطني دابا هنا تتفادى انك انا في قهوي هذا هي ما تربح هي ما تربح واش غنقول لكم لا اله الا الله خلات واحد السيده قالت لك هي بصح نيت وتزوجنا نقول لك اللي تزوجت لك عمرنا تزوجنا اللي قدنا ما تفهمنا ما تفهمنا تزوجنا اللي ما كبرنا منا ما تفهمنا ما عرفت في ديال العله واقيله ولا ما عرفتيهم هو الله اعلم لا عصابي راجلك عصابي يا خيتي وعارفه اش الزيت زاد ما كانش هكا راه قلت لي دابا قلت لي شرفي شد لاو رعضنا قتلني شانا رعضنا تبرد بالله انا اليوم اللي كنسمع الهضره طحنا السخر منه نخافو يعطيني شي بونيا انا راه وليت بحال الهيدوره هربي منه والله الا راه عاد مسيني وكنطيح لا راه يضربه ما والو راه باغا نرجع عطيه نقول ليه مناش هاد الشيء انا مشى ليا السوفل مشى ليا من اللحمه الى اللحمه وين نحس بيدي عقرني سيري عند السكر واش جيتنا خويزه بغيت ندلكها ما قدرت ندلكها الله يستر تيكا سكانيرات بلجيكا محارو فيك والله الا كاع ما عرفتش سكانيرات بلجيكا حارو فيك طبت بلجيكا حارو فيك والله اويلي تخشى فهاد السكان تخرج من هاد السكان تخشى فهاد الكينيزيست تخرج من هاد الكينيزيست تخشى فهاد البسيكولوج تخرج من هاد البسيكولوج تخرج من سولي جميله قولي جميله ملي جات جميله من المغرب واش عمر مازال نعسات في عشيه نجي نلقى جيها متكيه جميله متكيه شويه مع الصباح نقول لها أنا راضي تهزي تقول لي سيري تكي انت الله يجازيك لا ما كتريحش سوليها واللي دابا هي تقول لي تعالي قعدي نقول لها لا خليني عنا نمشي هي معروف عليها من صغرها ما كتريحش نعم ما كتجلسش وهذاك الشيء ماشي مزيان ماشي بنادم خاصو ياخذ راحته شي شويه كيتالى بالهتور وكيتالى بقلة الصحة هي ما كانتش تريح من هاد زادت الله يستر بحالها دروكا ما ريحت حتى قالت صافي لو كور ديالها والجسم ديالها قال لها سمحي لي الله يعاونك هو الظهر تظهر خصني شي ندير عليه سطاطيط عرفتي اش ديري والله ما كملت عرفت عليهم عاد المشاكل لا راه نعاود ليهم وشنو كاين مابقاش عاود ليهم راه هادشي باش غايبه عليكم نزهه هاي والله الا باش غايبه عليكم انا وخا علاش بغينا نقولوا لكم اليوم راه تكفحت اليوم تكفحت معايا الله نوبدها معاه جيت تكفحت لكم كلشي وعشارك معاكم هذيك التنويضه غير خلينا نشارك معهم سميه البنيه راه كيسولونا عليها يلا خليكم معنا السلام عليكم